ضربوا دقيقة 15 على عباسي مهدي محمد علي حمودة. محور الدفاع يفتح الرؤية قدامه، والقية هدف أول للدناوية ضد مجرى اللعب. لعب تميس نور حضرية اللي ياخذ راحته في التوزيع بدقة، محمد علي بن حمودة بالراس يفتح النتيجة للدناوية في 9 دقائق لعب. يراوغ العياشي يرفع الكرة على اليسار. خالد يحيى من اليسار يوزع، هفوه من الحارس منتصر خمير، محمد علي بن حمودة ما يرحمش يسجل افتتاح النتيجة. لا تقبل القسمة على اثنين، واحد في حوار الأمل الأخير أمام مستقبل مرسى خطير بن حمودة. هدف التعادل، هدف التعادل بن حمودة. بن حمودة يباغت الحارس منتصر خمير في بغتة، في بهتة، في قلة تركيز، في اضطراب. بن حمودة يباغت دفاع مستقبل القصرين والحارس منتصر خمير ويعيد المباراة إلى بدايتها. 1-1 فسخ وعاود من جديد رغم محاولة منتصر خمير. سالم بوتا بن صالح كرة أخرى محمد عبد علي بن حمودة عكس الهجمة المرمى مستقبل لا ناسي بن سالم ولا مصر كرة هدف الدار. ما كانش عليه حتى التدخل، يتنفذ محمد علي بن حمودة اختيره ومروان بريك يخرج الكرة ركنية لصالح المستقبل. قدام سامو البهاء اللي يبدي على هدف
حلو بعمليه فنيه راوغ يحضر الفيدباك لبن حموده. منتصر خميري يتصدى ترجع قدام خالد يحيى امام شباك فارغه يضيع فرصه هدف محقق. تقبل مرسي هشام جبالي على اليمين، هشام جبالي مرفوعه كورته نحو بن حموده، بن حموده مازال محافظ على الكره. وسط خالد يحيى الثقه 12 في الكره في العمق من محمد علي حموده لكنه ما اختارش لونجو الكرواسي والعمليه مثلت انذار. طالانامبو طالانامبو طويله الكره البحث عن محمد علي بن حموده، محمد علي بن حموده تبقى ينتظر صعود زملائه. مرفوع الكرة في اتجاه محمد علي بن حموده، خطير خطير بن حموده، خطير من المهاجمين الواعدين بن حموده. كانت التجربه مع اكثر من فريق مع تردد الكره بن حموده في ذر المدافعين. بن حموده يلعب واحد اثنين مع بلال بن مسعود في العمق، الكره امام المنظر الكبير، الكره الطويله والعاليه اللي حكينا عليها والدوزيام فال ترجع المره هذه لمحمد علي بن حموده مع علي معلول. بن حموده ياخذ الكره نتاعو محاوله تسبب 13 هدف الركور يعمل علي معلول، كره في وسط الميدان من بلال بن مسعود الى سمويل فها، كره محمد علي بن حمود، بن حموده لمسه قصيره بلال بن مسعود على الكرات في حوار مع محمد علي بن حموده وهجوم المستقبل يعني عنده الكره يعمل لمسه بلال بن مسعود يرفع المعنى في هذه اللحظات وفي هذه الفتره الثانيه يرفع كره بن حموده تمشي من هنا يلعب كره محمد علي بن حمود يخذها بس بصدر بن حمود يحاول التوزيع باليسار. صاحب خبرة كبيرة محمد علي بن حمودة ترجع رديف ونفس الشيء للفريق المضيف يستقبل منه محمد علي بن حمودة. لسعد الجزيري لسعد الجزيري لسعد الجزيري بن حمودة مخالفة مخالفة مرتكبة ضد في مناسبة أولى بن حمودة، مناسبة ثانية يسدد مازال اختر على دفاع نجم متلوي النجم الرياضي متلوي. كل اللقاءات الأربعة السابقة هذا اللقاء الخامس كانت فيها أهداف يعني استلام اللاعبين محمد علي بن حموده قدامه سيسوكو كيموكو يعمل مراوغه اولى حاول التسديد والمباغته الى ادريس المحيرسي، ادريس المحيرسي امام محمد علي بن حموده اللي ايضا في وضعيه دفاعيه كيل بها في وسط الميدان امام سعد بكير. محمد علي بن حموده مباشره